السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع أبرز ما قالته المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة اليوم. والبداية من موقع صهاريج نيوز، والذي عنون في صفحته الأولى وقال: مشاورات اليمن تتجه إلى التمديد باتفاق أولي. وقال الموقع إن مفاوضين عن الحكومة أكدوا أن المفاوضات تتجه إلى حل معضلة السقف الزمني الذي حددته دولة الكويت إلى نهاية الشهر الجاري، حيث أن المهلة قابلة للتمديد إذا ما تم تحويل نقاط الالتقاء إلى اتفاق أولي للسلام. وقال مصدر في فريق المفاوضين الحكومي إن الوفد أكد خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن تمسكه بالنقاط الخمس التي تم الاتفاق بشأنها. وأضاف المصدر الحكومي: أكدنا أيضا خلال اللقاء الالتزام بالفترة الزمنية المحددة بالأسبوعين، وضرورة استغلال ما تبقى من الفترة الزمنية والبعد عن تشتيت المشاورات بأطروحات خارجة عن المرجعيات. ومن عناوين الموقع: نقابة جامعة عدن تعلن تعليق الإضراب ابتداء من يوم غد الأحد. وإلى موقع يمن مونيتور، والذي عنون في صفحته الرئيسة: 8000 طالب يتنافسون على 150 مقعدا في الطب بكبرى جامعات اليمن. وفي التفاصيل قال الموقع: يتنافس 8000 طالب وطالبة عبر امتحانات قبول للعام 2016-2017 على 150 مقعدا في كلية الطب بجامعة صنعاء كبرى الجامعات الحكومية في اليمن. وبحسب الموقع فإن الطلاب أكدوا أن كلية الطب تشهد إقبالا غير مسبوق في امتحانات القبول وكثافة عددية مهولة، مع قصور واضح في عملية تنظيم وترتيب الطلاب وإعلان النتائج وأسماء المقبولين، في مؤشر على تدهور التعليم الجامعي بعد سقوط العاصمة وجامعة صنعاء في أيدي الحوثيين. ويرى مراقبون للعملية التعليمية أن المعدلات العلمية المرتفعة التي حصدها طلاب الثانوية العامة في اليمن العام الماضي فتحت شهيتهم للالتحاق بكلية الطب كواحدة من ثمار ظاهرة الغش غير المسبوقة التي شهدتها الامتحانات الأخيرة في ظل الفوضى التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام. الكرة في ملعب المتفاوضين، تحت هذا العنوان كتب صادق ناشر مقاله في موقع الموقع بوست. وأضاف ناشر: حددت دولة الكويت أسبوعين للمتفاوضين اليمنيين لينجزوا مهمة إنهاء الأزمة الناشبة في البلاد، وخاصة منذ سيطرة جماعة الحوثي على السلطة في شهر سبتمبر أيلول من عام 2014. لم يكن موقف الكويت مفاجئا أبدا، إذ أن المتفاوضين لم يبرهنوا على رغبتهم الجادة في التوصل إلى حل جذري للأزمة. ووجد الكويتيون والعرب أن المتفاوضين ظلوا على مدى أكثر من 70 يوما يراوحون أماكنهم دون تقدم نحو الاتجاه الصحيح، على الرغم من التصريحات المتفائلة التي كانت تصدر من هنا وهناك حيال تقدم المفاوضات. اليوم وبعد أكثر من 70 يوما من المفاوضات أصبح كل ما تحقق عبارة عن سراب، فالطرفان لا يزالان يتمترسان خلف موقفيهما، إذ أن وفد الشرعية يطالب بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي عبر انسحاب الميليشيات من المدن وتسليم السلاح إلى مؤسسات الدولة، فيما يشترط الطرف الثاني أن يتم التعاطي مع الأمر الواقع عبر تشكيل حكومة وتغيير رئيس الدولة، وأن تتولى الحكومة تطبيق القرارات المتصلة بالانسحاب وغيرها، والتي من شأنها التحكم في هذه الانسحابات، لأن الحوثيين وصالح سيمثلون بنصف الحكومة وسيكونون قادرين على عرقلة أي قرار للحكومة، وستدخل البلاد جولة جديدة من الصراع الدامي، ولن يكون بإمكان أي طرف إقليمي أو دولي تقديم أي نوع من أنواع المساعدة التي يجدها اليمنيون اليوم ممثلة في التحالف العربي. في المحصلة الأخيرة سيجد اليمنيون أنفسهم في كماشة بين الاستحقاقات الداخلية والخارجية، ولن يكون هناك أي مجال لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية في حال استمر المفاوضون على مواقفهم التي لا تخدم مصالح الشعب اليمني الذي يعاني ظروفا اقتصادية صعبة جراء الحروب المشتعلة في كل مكان. إلى موقع الموقع بوست، والذي تابع تطورات الميدانية في مدينة حرض، وعنوان:
الأباتشي تلاحق المتمردين في بنايات حرض، ومصادر تؤكد سقوط عشرات القتلى والجرحى بغارات للتحالف. وقالت التفاصيل، شنت طائرات الأباتشي التابعة للتحالف العربي عدة غارات جوية خلال الساعات الماضية، استهدفت مبان وفنادق على مداخل مدينة حرض الشمالية، حيث يتمركز عدد من قناصة ميليشيا الحوثي والمخلوع المتمردة، بالإضافة إلى مجاميع من الإنقلابيين. وقال مصدر مطلع للموقع بوست إن الغارات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بين الميليشيات فيما لاذ البقية بالفرار. وفي سياق متصل، أفاد مواطنون بمديريات عبس وشمر والمحابشة أن مقاتلات التحالف العربي استمرت بالتحليق في سماء تلك المديريات، مشيرين إلى أنها ألقت قنابل ضوئية في عدة مناطق بتلك المديريات. مصادر أفادت للموقع بوست أن عشرات الجرحى والقتلى سقطوا جراء غارات نفذتها مقاتلات التحالف على تجمعات لهم في وادي مور بحجة. وإلى موقع التغيير والذي جاء في صفحته الرئيسية، قوات الحزام الأمني أنشئت بإشراف التحالف. وفي التفاصيل يقول الموقع، يستذكر العقيد هدار الشوحطي قائد قوات الحزام الأمني في محافظة لحج حالة الانفلات الأمني التي يصفها بالكارثية في عدن، وذلك عندما سلمت عناصر أمنية موالية للمخلوع صالح جميع أو سلمت عناصر أمنية موالية للمخلوع صالح جميع قواتها وخرجت لتمهد لسيطرة ميليشيات الحوثي واحتلال عدن، وذلك في شهر مارس 2015. ويتابع الموقع، بعد استعادة عدن التي احتفلت قبيل أسابيع بالذكرى السنوية الأولى لتحريرها من الإنقلابيين، برزت نواة المؤسسة العسكرية والأمنية الجديدة في عدن التي راحت تمسك بزمام الأمن وتطارد الإرهابيين وتحبط العمليات وتمارس دورا أمنيا متكاملا. وأضاف الموقع أنه عندما يأتي ذكر البديل فإن السلطات السابقة لا يقصد بها جهاز الأمن السابق، لأن الأمن سلم بالكامل للانقلاب قبل أن تعود الشرعية مدعومة بالتحالف لاستعادة عدن. يوليو من جديد، تحت هذا العنوان كتب عبد الله السناوي مقاله المنشور في صحيفة الخليج. وقال الكاتب، لا يقدر أحد أن يصادر حقائق التاريخ وفق انفعالات عابرة أو تصفية حسابات مستعصية. المراجعة غير الإنكار والنقد غير التدليس. رغم مرور أكثر من قرنين على الثورة الفرنسية، فإن السجال الحاد حول وقائعها وتحولاتها وأبطالها لم يمنع الإقرار العام بدورها الجوهري في تغيير مسار التاريخ الإنساني. يعزى للثورة الفرنسية أنها أطلقت الأفكار الأساسية في الحقوق والحريات العامة إلى آفاق لم تكن متخيلة بمعايير القرون الوسطى، والعالم بعدها اختلف بصورة جذرية عما كان قبلها. بذات القدر لعبت الثورة الروسية أدوارا لا يمكن التهوين منها في إلهام فكرة بناء عالم جديد أكثر عدلا. على منوال مماثل لعبت الثورة الصينية أكثر الأدوار أهمية في الشرق الآسيوي، حيث الكتل البشرية الهائلة التي ترزح تحت فقر مدقع وحروب بلا نهاية مع الأفيون والذباب. باستثناء لافت، نجح الصينيون في الانتقال من الثورة إلى الدولة، ومن التخطيط المركزي الصارم إلى الانفتاح الاقتصادي المحسوب بأقل كلفة سياسية ممكنة، وأسسوا واحدة من أكثر تجارب استقرارا بزخم التراكم. بكل التجارب لم تكن هناك ثورة مثالية ولا خالدة. الأخطاء الفادحة من طبيعة التحولات العاصفة، الثورات بنات عصورها، وأسوأ قراءة ممكنة لأي ثورة نزعها من سياقها التاريخي أو إضفاء قداسة على أحداثها. فكل حدث قابل للمراجعة وكل سياسة قابلة للنقد. موقع عدن الغد قال في أحد عناوينه، وزير النقل، مطار عدن سيكون مفتوحا من الثلاثاء القادم. وفي التفاصيل، أكد وزير النقل مراد الحالمي أن مطار عدن الدولي سيكون مفتوحا من يوم الثلاثاء القادم. وقال الوزير الحالمي إن مطار عدن سيستأنف رحلاته من يوم الثلاثاء القادم بحسب جدول رحلات اليمنية. وأوضح وزير النقل بأن أول رحلة ستكون قادمة من مطار القاهرة، وأشار الحالمي إلى أن وزارة النقل
تبذل كل جهودها من أجل ديمومة واستمرار الرحلات من وإلى مطار عدن الدولي، ونوه بأن القصور والتعثر ناتج عن أسباب أمنية ليست من مهام وزارة النقل، مضيفا: نبذل جهودا مضاعفة لحل كل تلك المشكلات بالتواصل المستمر مع الرئيس ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ومحافظي عدن. وإلى موقع المصدر أونلاين، والذي أورد في صفحته العديد من العناوين، منها: الحوثيون يغلقون معبر غراب غرب تعز اليوم الثاني، وشبح الحصار يطل مجددا على المدينة. وعنوان الموقع أيضا: مقاتلات التحالف تشن عدة غارات على مواقع للحوثيين وقوات صالح في مدينة حرض. ومن الكويت عنوان الموقع: الوفد الحكومي في مشاورات الكويت يؤكد على تنفيذ النقاط الخمس والالتزام بالفترة الزمنية. ومن العناوين أيضا: مجلس تنسيق المقاومة بتعز يقول إن الحوثيين تنصلوا من الاتفاقات وحاصروا المدينة مجددا. ومن محافظة إب عنوان الموقع: ميليشيا الحوثي تقتحم الشعاور في إب وتبدأ عملية تفجير منازل المواطنين بعد عام من التصدي لها. ومن الجوف عنوان الموقع: الجوف قيادي ميداني في جماعة الحوثيين يسلم نفسه ومسلحين آخرين للمقاومة. وقبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نعاود الترحيب بكم مشاهدينا ونصحبكم في جولة لاستعراض أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم، والبداية من صحيفة القدس العربي والتي عنونت في إحدى صفحاتها حول المشاورات اليمنية: الحوثيون يعلنون نسفهم لأي نتائج لمباحثات السلام في الكويت. وتقول الصحيفة إن أعلى سلطة انقلابية في اليمن أعلنت عن نسفها لأي نتائج يمكن التوصل إليها في مباحثات السلام اليمنية في الكويت، وفي مقدمة ذلك رفضها القاطع تسليم الأسلحة للسلطة الشرعية والذي يعتبر المحور الرئيسي في مشاورات الكويت. ووفقا للصحيفة، فقد قرأ مراقبون هذه التصريحات الحوثية بأنها نسف واضح لأي اتفاق يمكن التوصل إليها في مباحثات الكويت المتعثرة أصلا، والتي لم تحقق أي تقدم فيها حتى الآن منذ أكثر من ثلاث جولات، رغم أنه لم يبقى لسقفها الزمني النهائي أقل من أسبوع. وقالوا للقدس العربي إن هذا الموقف الحوثي الرسمي يعطي مؤشرا مبكرا بعدم مبالاتهم بما يدور في مباحثات السلام في الكويت، وعدم اكتراثهم بما ستفرز عنه تلك المباحثات من التزامات. بدورها أيضا، وصفت صحيفة الشرق الأوسط محادثات اليمنيين بأنها لعبة الشطرنج السياسي في اليمن. وتقول الصحيفة: يبدو أن الأزمة اليمنية سوف تستعصي على علماء العلاقات الدولية في المستقبل، فإذا كانت المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية تقول لا تتخلى عن أي شبر ما دمت تملك قوة، فإن المدرسة المثالية تدعو إلى عدم استمرار الاحتراب والبحث عن سبل آمنة. لكن سلسلة متابعات ورصد أجرتها الشرق الأوسط مع استمزاج لرأي متخصصين أوجد أن الأسلوب الذي يدير به أحد طرفي النزاع يعد جديدا وغريبا، فالتكتيك المستخدم في التعنت أمام الحلول لم يجد تعبيرا أفضل من أنه مكشوفة أهدافه وواضحة نواياه ومعروفة مساعيه، ورغم ذلك يصر على موقفه ولا يريد أن يتنحى، فصار موقفهم مع موقف الشرعية الواثق. ويرى مراقبون سياسيون أن الاختراق الوحيد المحرز كان في حوار مدينة بييل المنعقد خلال الفترة ما بين 15 إلى 20 ديسمبر 2015، لافتين إلى أن هذا الاختراق الضئيل تلخص في اتفاق الطرفين على لجان لمراقبة وقف العمليات العسكرية والإفراج عن الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار عن مدينة تعز وإدخال الإغاثة الإنسانية إلى السكان.
وإلى صحيفة الخليج التي أوردت في صفحتها الرئيسية نداء عاجل من تعز: الميليشيات تشدد الحصار وتفخخ المنازل. وفي التفاصيل قالت الصحيفة: أكد العقيد الركن منصور الحساني الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري بمحافظة تعز أن الميليشيات الانقلابية منعت المواطنين من الدخول إلى المدينة، وأن المئات منهم قد علقوا عند مداخل المدينة منذ الصباح ولم يسمح لهم بالدخول إلى منازلهم. كما أن الميليشيات شددت من حصارها ومنعت دخول أي شيء إلى المدينة بالتوازي مع استمرار المعارك في جبهات حيفان وضبي الأعبوس وتدخل طيران التحالف المساند للشرعية بقصف مواقع للميليشيات. ونوه الحساني في نداء عاجل إلى أن تعز محاصرة ويمنع عنها الماء والغذاء والدواء منذ عام ونصف العام من قبل الحوثي وصالح التي شددت حصارها على المدينة، مشيرا إلى أن استمرارها في القصف بكل أنواع الأسلحة الثقيلة من مدفعية وصواريخ وقيامها باقتحام بيوت المواطنين في حيفان واعتقال ومطاردة العديد منهم ونشر الخوف والرعب والإرهاب. وتابعت الصحيفة على لسان الحساني إن الميليشيات الانقلابية وخلال الأيام الماضية دفعت بتعزيزات مادية وبشرية عدة من اتجاه صنعاء وذمار واتجاه الحديدة وزجت بها إلى مدينة تعز بهدف التصعيد العسكري والاعتداء على أبناء المدينة واستمرارا للقتل والتدمير وسفك دماء الأبرياء في الوقت الذي تدعي قبولها بالحوار وقبولها بالسلام. الخوف أصبح الناخب الأقوى في الغرب. تحت هذا العنوان كتب إلياس حرفوش مقاله المنشور في صحيفة الحياة وقال الكاتب: الخوف الذي يسيطر على الناس في شوارع المدن الغربية أصبح الناخب الأقوى، وهو الذي سيكون لصوته التأثير الأكبر في صناديق الاقتراع. وسواء كان هذا الخوف من مجرم قاتل يرتكب مذبحته منفردا بين جموع المتسوقين كما في ميونخ بالأمس، أو من شبكة مجرمة تتعاون على تنفيذ الجريمة كما حصل في باريس وبروكسل، وكما أخذ يظهر من التحقيقات في مذبحة نيس قبل أسبوع، فإن خوف المواطن الأوروبي من الراكب الأسمر البشرة الجالس إلى جانبه في القطار أو من الملتحي الداخل إلى مقهى الحي أصبح يحرك اتجاهات الرأي العام نحو المطالبة بمزيد من الانعزال وبإحكام الأقفال على مداخل الأبواب والنوافذ. في مناخ كهذا يصبح العقل مشلولا ولا يعود الاحتكام إلى الحوار علاجا مجديا. الغرائز تتحكم بالسلوك وبالقرار، وهي التي تدفع قادة يعرفون كيف يمكن استغلال هذه الغرائز إلى الصفوف الأولى. ومهما حاول المسؤولون الأمنيون التخفيف من وقع الصدمة على مواطنيهم مرة بالقول أن المجرم مختل عقليا أو أنه يتصرف منفردا من دون توجيهات أو فتاوى داعشية، فإن انعدام الثقة بالإجراءات الأمنية والحذر من كل شكل غريب أو لهجة غريبة أصبحا هما المحركان الحقيقيان لردود فعل المواطن الغربي. في مناخ كهذا لا يعود غريبا أن يحظى رجل مثل دونالد ترامب لا يملك من صفات الزعامة سوى القدرة على إثارة الغرائز العنصرية بما حظي به من تصفيق وهتاف في مؤتمر الحزب الجمهوري، ولا أن يصبح بوريس جونسون وزيرا للخارجية في بريطانيا على خلفية مآثيره في إثارة الخوف في نفوس البريطانيين الإنكليز خصوصا من هجوم المقبلين من دول الاتحاد الأوروبي أو اللاجئين من حروب الشرق الأوسط على وظائفهم ومدارس أولادهم وأسرة مستشفياتهم. صحيفة البيان الإماراتية تنسب إلى مسؤول عسكري يمني قوله إنه في هذه اللحظات آن أوان القوة العربية المشتركة. وشدد رئيس التوجيه المعنوي في القوات المسلحة اليمنية الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محسن خصروف على ضرورة أن يتوافق القادة العرب خلال مؤتمر القمة العربية القادمة في نواكشوط على مسألة إنشاء القوة العربية المشتركة، موضحا في سياق ذاته أن المنطقة العربية تواجه تحديات جمة يجب أن ينظر إليها باعتبارها تحديات مصيرية حقيقية. وأفاد خصروف في تصريح للبيان بأنه من دون شك تعتبر القوة العربية المشتركة ضرورة ملحة وهذا هو أوانها، متسائلا إذا لم تطبق القوة العربية المشتركة
في الوقت الحالي الذي تزخم فيه المنطقة العربية بالتحديات والصراعات، فمتى سوف تطبق؟ وقال إنه من المأمول أن تنظر القمة العربية المقبلة في العاصمة الموريتانية نواكشوط في كل القضايا العربية المطروحة، وأهمها الأزمة السورية واليمنية والأوضاع في ليبيا والعراق، فجميعها قضايا شائكة ومهمة. وعن الوضع الصحي تقول صحيفة العربي الجديد: أكبر مستشفيات تعز يخشى توقف خدماته. وفي التفاصيل، حذرت هيئة مستشفى الثورة العام في تعز من الخطورة المترتبة على توقف العمل في المستشفى على خلفية المشاكل والصعوبات التي تواجهها والتي عجزت عن توفير حلول لها خلال الأشهر الماضية. ويؤكد القائم بأعمال رئيس هيئة المستشفى الدكتور عبد الباسط سلام للعربي الجديد أن الأمر قد ينتهي بتوقف نشاط المستشفى وتعليق خدماته للمواطنين. انقطاع الكهرباء من المشكلات الأساسية بحسب سلام، وهذا يتطلب إيجاد حلول سريعة واستثنائية. من جهة أخرى، يواجه مستشفى الثورة العام مشكلة عدم توفر مرتبات الأطباء والممرضين الذين تعاقد معهم خلال الفترة الماضية. ويوضح سلام: لم نستطع حتى هذه اللحظة دفع المستحقات المالية المتراكمة لشهر يونيو ويوليو، ميزانية المستشفى لا تسمح بذلك، لا سيما مع غياب المانحين، وهو ما قد يدفع الفريق الطبي إلى مغادرته فيغلق بالتالي أبوابه أمام المرضى. ويلفت إلى أن أكثر من 85% من أطباء مدينة تعز غادروها بسبب الحرب، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع كارثة إنسانية كبيرة. فمستشفى الثورة في تعز يغطي نحو 50% من الخدمات الطبية للمدينة المحاصرة. وصل العنف إلى كل تفاصيل الحياة وجوانبها ولم يسلم من ذلك الفن. حول هذه النقطة كتب التونسي منصف الوهيبي مقالا ونشره في القدس العربي. وقال الكاتب: في الفن يحضر العنف بدلالات وهيئات شتى، وينشأ أكثر من سؤال: هل هناك فن عنيف؟ بل هل يمكن أن نتكلم على جمالية العنف أو إنشائيته؟ ونحن نعرف من تاريخ الفنون أن ما قد نعتبره اليوم عنفا أو انتهاكا لحقوق الآخر مسألة نسبية، إذ كان يعد من المآثر والمفاخر على نحو ما نجد في نماذج غير قليلة من شعر المديح والهجاء، أو في الأعمال التشكيلية التي تعيد الاعتبار للجسد وتجعله معين الفن أو وسيلة للتعبير عن العنف وتمثله ومنعه أيضا. وفيها نقف على جسد مقطع مفكك ليس بميسور العين أن تقيسه أو تستوعبه بيسر، كما لو أن النحات عاجز عن تخيل أكثر من مسطح في الوقت نفسه، أو أن غياب الوحدة غيابا كليا هو ما يشدنا إلى الفن، حيث كل مفردة أو تجزئة تضاف إلى تفاصيل أخرى فلا ينجم عنها سوى مجموع مفتوق، كما يقول الفرنسي تيودور جيركو: بيد أن الجسد المفكك المبتور أو الموسومة لا يعني أن اللوحة مفككة أو أن الفنان لا يراعي وحدة الموضوع. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه، ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير.